خليك واعي للخير داعي، طور فكرك وكون ابداعي، خليك واعي للخير داعي، طور فكرك وكون ابداعي. يلا معانا نبدا خطانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم معانا في الحلقه الثانيه من خليك واعي. حلقتنا الليلة تتناول موضوع في غاية الأهمية، موضوعنا الليلة بعنوان رغبتي ولا رغبة أهلي. كثير جدا من الأوراق وكثير جدا من البنات لما يجوا في مرحلة التقديم للجامعات أول عقبة بتواجههم إنه بيقعوا بين خيارين، هل أدخل الرغبة اللي أنا بحبها وأنا شايف نفسي فيها وشايف مهاراتي وقدراتي فيها، ولا أدخل الرغبة اللي أهلي عايزيني أدخلها. وللأسف الشديد بنلقى إنه كثير من الآباء وكثير من الأمهات بيضغطوا على أبنائهم عشان يخشوا رغبات محددة، ويكونوا أبنائهم ما عايزين الرغبات دي، وممكن جدا يكونوا الأبناء برضو الرغبات دي ما بتتناسب مع قدراتهم، ما بتتناسب مع الحالة اللي هم بيحبوها، وما بتتناسب مع مهاراتهم. لكن بيكون في أسلوب بتاع لي ذراع، وبعض الآباء وبعض الأمهات كمان بيبالغوا في الموضوع ده، فبيجي الواحد يجي يقول لولده يا ولدي أنا ما راضي عليك لو ما دخلت المجال الفلاني، فبيضطر في النهاية الولد يدخل المجال الفلاني ده إرضاء لأمه وإرضاء لأبوه، في النهاية بيدخل الجامعة وبيتخرج من الجامعة وبيجي بعلق لهم الشهادة بعدين وخدت عليهم في الحيطة ويقعد سايق. وطبعا يا جماعة الموضوع ده خطير جدا، لأنه أثبتت الدراسات النفسية إنه الناس اللي بيدخلوا الجامعة بناء على رغبة أهاليهم وبيكونوا ما حابين المجال ده، في الغالب بيكون الموضوع ده أثر النفسي خطير جدا عليهم، بيديهم ضغط نفسي، بيجيهم اكتئاب، وبيكون تحصيلهم الدراسي قليل جدا. ليه؟ لانه دخل حاجه هو اصلا ما شايف نفسه فيها، بالتالي ما حيبدع فيها وما حيقدم فيها. وفي دراسه حلوه جدا اجريت في الامارات العربيه المتحده، تحديدا في اماره العين، طبعا نحن ما عندنا دراسات، ولو عندنا دراسات كان قلناها، لكن الدراسه اللي اجريت في العين اثبتت انه الاولاد، نسبه الاولاد اللي بيدخلوا مجالات ما بناء على رغبة أهاليهم 86%، 86% من الأولاد بيدخلوا مجالات بناء على رغبة آبائهم، بناء على رغبة أمهاتهم. وجدوا إنه 89% من البنات بيدخلوا برضو مجالات بناء على رغبة أهاليهم، ما بناء على رغبتهم. الموضوع ده قدام طبعا أثره كبير جدا، بيطلع لنا ناس خريجين لكن ما فاهمين حاجة، بيطلع لنا ناس خريجين قاعدين يشتغلوا عشان ياخذوا قروش وما قدموا حاجة وما بيقدروا يضيفوا حاجة للبشرية. فعشان كده يا جماعة أنا بقدم رسالتي للوالدين وبقدم رسالتي للأبناء برضو، يا ريت لو سمحتوا رجاء الموضوع بيكون بالحوار الهادي، الموضوع ما بيكون بالغصب وما بيكون بالجور، دائما نحن نوصي الأبناء، نوصيهم لكن ما نجبرهم، ما نكون نحن الوصيين عليهم بحيث انه نجبرهم على الحاجه دي، نحن ننصحهم لكن ما نجبرهم على المجال الفلاني. فبيكون في اسباب خاتينها الاباء والامهات للموضوع ده، بيقولوا يا اخي والله ولدنا ده ما زول مسؤول وما عارف الحياه، ونحن خبرتنا كبيره في الحياه وعارفين المجال الانفع له، لكن في النهايه بنرجع برضه، اذا انت شايف ولدك وشايف او شايف بنتك ما مسؤولة وما عارف المجال وما عارف الحياة كويس، وروهم وعوهم، وروهم الحاصل شنو، وروهم انه المجال الفلاني ده فيه كده وكده، المجال الفلاني تطلع منه كده وكده، والمجال الفلاني كده كده، وديه في النهاية الخيار وهو يختار الأصلح له والأنفع له. لكن ما تقطع الموضوع تقول لهم لا لازم تدخلوا في الحاجة دي. دي رسالتي للآباء. أما رسالتي للأولاد إنه برضو يا جماعة الحوار الهادي هو الحل، أهم حاجة إنك إنت تعملها تمشي تبحث عن المجال ده وتشوف التخصصات الجول فيه شنو، وتجي بمعلومات كبيرة جدا وتقعد جلسة مع أهلك وتوريهم الموضوع إنه دي المجال ده بيتناسب مع قدراتي وبيتناسب مع مهاراتي، بالتالي أنا إن شاء الله هشتغل فيه وحأبدع فيه، وإن شاء الله بإذن الله هم حيقتنعوا في النهاية بكلامك. في الحلقة فاتت كان وعدناكم إنه حنتكلم في الحلقة دي عن موضوع في غاية الأهمية، هو موضوع الرزق وعلاقته بالتخصص.
هل فعلا في مجالات محدده قروشها كثيره شديد والناس بتتوجه لها والمجالات الثانيه كلام فاضي وما فيها قروش؟ القاعده العامه بتقول انه الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى وكلنا عارفين القاعده دي، لكن في قاعده ثانيه في غايه الاهميه لازم كلنا نعرفها، انه التميز هو الذي يصنع الفارق، التميز هو الذي يفتح الابواب. فلان خش اي مجال من المجالات لكن يتميز فيه، فكل الجهات بتكون عايزاها ويشتغل معاها، وهو ذاته عنده بتكون فرصه كبيره انه هو يصنع مشروعه الخاص ويشتغل في مشروعه الخاص وينجح فيه. ليه احنا دائما بنعاين النماذج الفاشله او النماذج ما ناجحه في مجالاتها؟ يقول لك فلان ده والله خش اقتصاد ويتخرج، يا هو قاعد له 3 سنين قاعد سايل لا شغل ولا مشغله وعاطل ومفلس وما عنده اي حاجه. ليه دائما بنعاين النماذج دي في حين انه فلان ده ذاته زميله اللي كان معاه في الدفعه وقاعد معاه في نفس الكنبه، الزول الثاني ده كان من الناجحين وتخرج ولقى له شغل كويس جدا، والان هو ما شاء الله حقق الكثير من احلامه. ليه دائما بنعاين للناس النماذج السيئه؟ نحن عندنا نماذج كثيره جدا ايجابيه، وانا حبيت اذكر لكم واحد من النماذج المؤثره جدا عندنا في السودان، وللاسف الشديد كثير من الناس ما بيعرفوه، هو الباشمهندس محمد عثمان بلوله. محمد عثمان بلوله هو شاب في مقتبل العمر دخل كلية الهندسة الطبية الحيوية وقدم فيها الكثير من الإنجازات. الآن هو مخترع عالمي من المخترعين الشباب السودانيين، معروف على نطاق العالم لأنه قدم الكثير من الاختراعات اللي بتخدم البشرية، والآن هو أخذ جائزة أقوى 500 شخصية عربية مؤثرة في العالم، وعمره لم يتجاوز 30 عام. ولما جه سألوه كيف وصلت للحاجة دي، كيف وصلت للنجاح اللي انت فيه، فقام قال حاجة واحدة، قال انا اخترت مجالي صح. فيا جماعة يا ريت انه نحن نتريث ونختار صح عشان في النهاية نضيف حاجة، عشان نقدم حاجة للبشرية ولينا نحن ان شاء الله لقدام ونضع بصمتنا في الحياة. شكرا جزيلا لكم. الحلقة الجاية ان شاء الله حتتناول موضوع برضو مهم جدا لطلاب الشهادة الثانوية، حتكون اخر حلقة لطلاب الشهادة الثانوية معانا في خليك واعي، حتكون بعنوان الاستشارات. ناس كتار بيتلخبطوا اول ما يجي يكون دار يقدم وبيسألوا فلان يقول لهم كلام وفلان يقول لهم كلام ثاني وفلان يقول لهم كلام، فبيتلخبط عليهم كلام الناس كلها وما بيعرفوا في النهاية استشيروا منه. متين نستشير وكيف نستشير ونستشير منه؟ تابعونا إن شاء الله في الحلقة الجاية. في أمان الله. خليك واعي للخير داعي، طور فكرك وكون إبداعي. خليك واعي للخير داعي، طور فكرك وكون إبداعي. يلا معاك.